مع الريال يقدم إضافة كبيرة للفريق، واليوم دوره هام اللاعب هذا. شكرا للكباتن طارق دياب ومحمد أبو تريكة وأيضا رود خليت. سنلتقي بين الشوطين، نذكركم بأن المباراة هي كبيرة أيضا، وذلك بين روسيا مرتقب في إطار الدور ثمن النهائي دور 16 ما بين إسبانيا أول المجموعة الثانية مع منتخب روسيا صاحبة التنظيم وصاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى. إسبانيا تعادل مع البرتغال، فوز على إيران، تعادل مع المغرب، روسيا فوز على المنظمة منذ أن خسر أمام إيطاليا في أربع طريق اللاعب بولوفين. أمل المنتخب الروسي أظهر اللاعبين، لكن هنا ضغط على طول فاعل قوي وعن اللعب بقى على المرتدات من خلال السرعات الموجودة على هذا الصراع الكبير ما بين إسبانيا. تدخل قوي، فاول على اللاعب زيكو، فاول قوي قوي على اللاعب زيكو. هذه زيكو، شوف دييغو كوستا مثل البرازيل على المستوى الدولي في لقائين. كان نصل إلى الدقيقة كامل، دقيقة 11، وهذه الكرة العالية، فرصة هدف أول، وفرصة هدف أول. يا راموس يا راموس يا راموس يا راموس، بيسجل راموس هنا الهدف الدولي رقم 14 لي في إطار مبارياته مع المنتخب الإسباني في 156 مباراة. بص شوف راموس عملها، راموس في غفلة من الرقابة يأتي الهدف. شوف هذه الفاول لصالح ناتشو على زيلكوف، ثم الفاول اتلعب باقتدار وبشكل رائع في اللقطة الماضية، أسينسيو عملها حلوة قوي. وبص هنا الصراع اللاعب الروسي اللي أمامنا هنا في هذه اللقطة، اللاعب إيجن تشيفيتش من أكبر اللاعبين سنة طبعا 38 سنة، واللي اضطروا إنه يأتوا به كرة تلتطم في هذه اللقطة. هنا الصراع والمسك، لكن حكم اللقاء السيد كويمبرج الدقيقة 12 الصراع المشترك اللي كان موجود، ودي فرصة ولكن تضيع الفرصة وتضيع الهجمة في المحاولة الماضية جدا، لأن أي بطل في النسخة الأخيرة لم يدخل في المرمى أكثر من أربع أهداف. ودي كرة من جانب اللاعب زوبيدن، ولكن كرة تطلع إلى خارج كيلو متر مربع. ودي أمامنا هنا روبرتو كارلوس وبيجول وهنا في ملعب لوشنيكي الكرات العالية، ودي أمامنا هنا الارتقاء من جانب اللاعب في الضغط العالي الإسباني. لعبة حلوة قوي لكن طويلة طويلة طويلة، كرة طويلة وسريعة صعبة صعبة على قلبة في اللقطة الماضية. إسبانيا عاملين إيه؟ عاملين الحقيقة استحواذ، هجوم لسه مش ناجحة. ودي مانول المشجع الشهير جدا في إسبانيا، مشجع 2014. أدي انطلاقة هنا ومحاولة، وكارلوس ملك لإسبانيا. أمامنا هنا المتقدم بهدف جريتشيفيتش، أدي ماريو بيحاول انطلاقة، سقوط بني خمس أهداف في شباكه. بنما دخل مرمى 11 تونس تمام، ماريو فرنانديز لكن ترد الكرة، ممكن التعادل لكن فرصة كبيرة. أول كرة من اللاعب أمامنا هو جولوبين، جولوبين كان ممكن أول يسجل ألكسندر جولوبين في هذه الهجمة الخطيرة. بص الكرة، بص مشكلتها هنا، مشكلتها هنا، نشوف الصراع. أدي أمامنا اللاعب زوبا مع راموس، وهل فيها فاول؟ لكن وصلت الكرة إلى اللاعب جولوبين، جولوبين فرصة كبيرة قوي للتعادل للمنتخب. بيلعب ركنية، الكرة العالية، وادي رأسية، لمسة اليد، لمسة اليد، وركلة الجزاء هنا، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الروسي. لاعب زوبا ورأسية تطبق في أمامنا هنا اللاعب بيكي، ولا حكم اللقاء أمامنا. بص الإعادة، بص الدخية، وزوبا هدف التعادل من ركلة الجزاء لصالح المنتخب الروسي هنا في هذه اللقطة في الدقيقة 42، يسجل اللاعب زوبا هدف التعادل لروسيا. 26 ركلة جزاء سجل خلالها اللاعبين، سجلوا كام؟ سجلوا 20 ركلة وضيعوا 6. هنا الإعادة، بص